السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم راح نحكيو على الاوبو اف 11 برو، راح نعطيكم نصيحة خفيفة برك، يعني ما نشحين نطول عليكم في هذا الفيديو. اذا انت جديد معنا ما تنساش تشترك في قناتنا وفعل الجرس باش يلحقك اي فيديو جديد نحطوه في القناة، وما تنساوش ثاني تكثرونا من الجيم هي اللي تخلينا نكمل لكم في هذا الفيديوهات. حطيت لكم في الايامات اللي فاتوا في القناة، يعني حطيت منشور كتبت لكم باللي اوبو اف 11 برو راح يتوفر رسميا من عند شركة اوبو، يعني معاه ضمان تاع سنة كاملة ومركب هنا في الجزائر. وبزاف اللي فهموني غلط، يعني كامل قاعدين يقولوا لي احنا عندنا 4 شهور من اللي يدخل، واحد يقول لي احنا عندنا 3 شهور من اللي بدا يبان وهو السعر تاعو كيفاه واو كيفاه. هادو كامل فهموني غلط، انا ما قصديتش نحكي على تاع الكابا، نحكي على تاع الجزائر. يعني كما قلت لكم راهو توفر رسميا من عند شركة اوبو والسعر تاعو راح يكون ثابت، يعني مش كيما تاع الكابا، ماشي كيما النسخة تاع الكابا في كل حانوت كفاه يبيع. هذا تاع الشركة راح يكون سعر ثابت ومعه ضمان تاع سنة كاملة من عند شركة اوبو، وبطبيعة الحال راح يكون مركب من عند شركة اوبو تاع الجزائر. وبدا الطلب المسبق تاع هذا الهاتف، يعني اللي يحب يشريه يقدر يروح يدير طلب من عند شركة اوبو، ممكن يعطيهم بعد هدية كي يروح يهزو. ودرت هذا الفيديو برك باش نقول لكم اصبروا ساعة قبل ما تشريوا هذا الهاتف، ممكن يتوفر من عند شركة بسعر مليح، يعني ما على بالناش حاليا، راهم يقولوا قل على 6 ملايين، يعني احنا ماذا بينا يكون السعر قل بزاف على 6 ملايين. هما ميقولوا حاليا السعر تاعو راه راح يكون مليح بزاف، نتوما ما عندكم ما تخسروا، يعني حاليا اصبروا ما تشريوش السعر تاع الكابا، استناو يعلنوا السعر اوبو على الاوبو اف 11 برو تاع الجزائر ونشوفوا السعر الرسمي تاعو قداه. واذا توفرت اي معلومات جديده ولا السعر تاع النسخه تاع الجزائر راح ندير لكم فيديو بربي ان شاء الله، وثاني نحاول نجربوا ونقول لكم واش الفرق بين تاع الكابا وتاع الجزائر لكن لاحظت فرق بيناتهم. وتما راح نقول لكم الا كان تشريو تاع الكابا ولا تاع الجزائر، يعني حاليا مانيش نقول لكم اشريو تاع الكابا ولا تاع الجزائر، قلت لكم اصبروا باك حتى يبان السعر تاع النسخه تاع الجزائر، لكن السعر راح يكون مليح راح ننصحكم به بطبيعه الحال. تاع الكابا راهم حاليا 6 ملايين حتى 6 ملايين و300، كما قلت لكم زيدوا صبروا ايامات باك هذاك هو يتوفر تاع الجزائر وشوفوا لكن ننصحكم به. وبالنسبه للمميزات والحوايج الملاح اللي عجبوني في هذا الهاتف، هما اول حاجه الكاميرا، صراحه الكاميرا لاباس بها. ثاني حاجه عندنا التصميم باهي بزاف. بالنسبه للعيوب، اول حاجه هي الشاشه من نوع الاي بي اس ال سي دي، هذا ماهوش عيب، بصح بالنسبه للفئه السعريه تاعو ما لازمش تكون اي بي اس ال سي دي، يعني على الاقل تكون امولاد. ثاني عيب اللي هو منفذ اليو اس بي تاع الهاتف من نوع المايكرو اي اس بي، يعني المنفذ القديم تاع بكري خلاص، يعني مش يو اس بي تايب سي. وثالث عيب هو انه مخدوم بالبلاستيك، يعني راح يتخبش لك بسهوله تامه، يعني لازم تحط له اونتي شوك وتستحفظ عليه بزاف. ومهما يكون السعر تاعو راح يبقى عنده منافسين، واول منافس تاع هذا الهاتف اللي هو الجالكسي ا 50، صراحه هاتف مليح بالنسبه لسعر 5 ملايين، يتفوق على الاوبو في الشاشه وحتى في المعالج وبزاف خصائص جدد فيه. خلاصه من هذا الفيديو زيدوا اصبروا سمانه هذاك هو يبان السعر تاع النسخه المركبه في الجزائر تاع هاتف اوبو اف 11 برو. نتمنى نكون عاونتكم بهذا الفيديو، اذا استفدتوا ما تنساوش تشتركوا في قناتنا، فعلوا الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد، وما تنساوش تاني ديروا لنا جيم باش نكملوا لكم في هذه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله.